ما في انتظار هذا. كيف غير لون؟ غير لون؟ فرن. فرن ايوه. اكيد فرن لازم. في الحلقات اللي فاتت مرينا بمشاكل كثير، صوفة وقطع غيار وضياع وقت وروح من هنا وتعال من هنا وجيب هذه وجيب هذيك. اخيرا سلمنا الحلوة للسمكري وبدأ يسوي لمساته الجميلة عليها، وفي الحلقة هذه رايحين لعنده عشان نشوف ايش اخر المستجد. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وكيف حالكم؟ عساكم بخير طيبين إن شاء الله. منطلق الآن ورايح إلى الورشة أشوف إيش سووا إيش ما سووا. طبعاً قاعدين يرسلوا لي هم تحديثات على الواتساب، حوريكم هي. يلا بينا ننطلق ونشوف إيش سووا الشباب في السيارة. ما شاء الله الأجواء جميلة اليوم. دقيقة نضبط الحزام. شوفوا شوفوا كيف، أوريكم الشارع كذا. صح، نسيت اقول لكم انه اليوم وصلنا اليوم التاسع في رمضان، بقي لنا 21 يوم على نهايه رمضان. اذا قدرنا نخلص السلسله هذه ان شاء الله قبل، يعني حاليا السياره ما شاء الله قطعوا شوط مره كبير، نقول ان شاء الله باذن الله انه نقدر 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 نستطيع. اهم شيء نتفائل. وصلنا الورشه. شوف هذا ابو صار فين هذا. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه ابصار، كيف حالك؟ كويس ما شاء الله. هذا لون حلو، خلاص خلي. الحين حاليا قاعد يسوي صنفرة بعد ما سوى اللي هو الاساس. مدير كبير، السلام عليكم، كيف حالك؟ كويس؟ كله تمام؟ ان شاء الله. ها ان شاء الله صدام كويس ورفرف كويس؟ ان شاء الله يا رب، ما شاء الله ما شاء الله. هنا الامور تمام ان شاء الله، هنا الصدام قاعدين برضه يصنفروه يظبطوا المظابيط فيه. ايوه الشيخ ما شاء الله. هذه طبعا توزنت، هذه انا كنت شايل همها طبعا. الحمد لله كلها صارت موزونه الحين. كيف حالك؟ كويس؟ إذا فاكرين هنا كان في شرخ حق الصدمة اللي قلت لكم عليها، كان تقريبا هنا، بس الحين إن شاء الله أموره طيبة ما شاء الله. إيه هذا نفسه رفرف ولا جديد هذا؟ مبسوط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا الرفرف القديم اللي ما شاف كيف شكله اول. بشوف شكله دحين ما شاء الله. نقارنه مع الثاني اهو. شوف الثاني كيف ما شاء الله تبارك الرحمن، وزنه وزنيه من الاخر ما شاء الله عليهم، يعطيهم العافيه. غيرت العدسه، جبت العدسة الأكبر عشان نصور السيارة تمام. طبعا هذا كله زي ما قلت لكم هذا اللي هو الأساس، يتصنفر دحين عشان يبدأ يحط عليه اللون لين يخلص إن شاء الله كل هذا، بعدين يضبطون المظابيط. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. كيف غير لون؟ غير لون؟ ليه؟ غير لون زيادة شغل؟ ما شاء الله السلام عليكم يا جماعة، رمضان المبارك علينا وعليك ان شاء الله يا رب. انت ما بتشوف يوتيوب؟ انا في اثنين فيديو انا اسوي يوتيوب. هذا سجل يا على طول يجيبه. اسوي رساله اسوي رساله انا. ما في انتظار هذا، مستعجل. رجع للسيارات قاعدين يسوي ترتيب كامل. قاعدين زي ما انتم شايفين قاعدين نشيك
ونشوف شكل السيارة. ما شاء الله إلى الآن يعني كل شيء موزون صح. زي ما أنتم عارفين الرشة هذه تعتبر برايم اللي هو أساس، عشان بعدها إن شاء الله تترشى البوية الرئيسية المفروض هي تكون لون السيارة اللي هو اللون الأسود. ننتقل على الجهة الثانية ونشوف. ما شاء الله طيب العافية. باقي لنا بس اللي هو السمكات. السمكات هتكون راكبة هنا، انتوا شفتوها طبعا. باقي هذه الى الان ما تصلحت، ان شاء الله كمان كذا كم يوم يزبطوها لنا. خلينا نشوف الجهة الثانية من قدام. انا كانت برضو كمان عندي مشكلة هنا اللي هي حقة الصدام، ما شاء الله وزنوها كلها، وحتى الرفرف اللي هو اقصد حتى اللي هو هذا الرفرف كانت عندي مشكلة انا في الرفرف، وكان عندي مشكلة في الصدام. الصدام ما شاء الله زبطوه الشباب، ما قصروا يعني، بدعوا فيه يعني، وزنيته كانت من الاخر طلعت. حوريكم اياه الصدام في جهه ثانيه الان حاليا، مو مشكله، فنشوف كيف. طبعا هذه الشمعات اللي غيرتها عندي لها فيديو، وبما انه الفيديو حقها بالطول راح انزلها لكم شورت وعلى جميع المنصات ان شاء الله. ايوه صح. بالنسبه للداخليه، الداخليه ان شاء الله راح نشتغلها بعد ما نخلص من عندهم، يصير على طول نشوف لنا منجد بطل. فاذا تعرفوا احد منجد مره بطل وكويس وسعره حلو ان شاء الله، ارسلوا لي تحت في الكومنتات اكتبوا لي اسمه، او حطوا لي رابط المحل حقه، وان شاء الله باذن الله نروح عندهم، وان شاء الله كمان يخلصنا قبل العيد. طيب ابصار، كيف حالك انت اليوم؟ كله تمام ان شاء الله؟ الحمد لله كويس الحال ان شاء الله على طول. طيب ابصار، دحين انا اشتريت 2 قطعه زياده، اشتريت جناح. ايوه هذا جناح ركب هنا. ايوه واشتريت كمان هذا الدقن، هذا دقن لحيه تحت. ايوه هذا جديد خلاص. أيوة. انا سويت طلبيه ان شاء الله كمان 2 يوم يجي. وكيف دي سمكه؟ كيف هذا جناح؟ جناح لازم انت تسوي حفره في لازم كرم. ايوه انت سوي ولا انا خلاص ودي مكان ثاني؟ محل جناح حق زينه. ايوه زينه كويس. خلاص طيب كويس، بما انه من عند ابصار هو اللي قال لي ودي محل زينه فكويس. كيف هذا اللون مطفي؟ نفسه مطفي نفسه. ايوه نفسه. انت سوي هذا الحين، سوي لون مطفي ولا ايش سوي؟ هذا الدقن. ايوه ما في مشكله خلاص زي ما هو كده، ولا انت كمان سوي بويه ولا سوي ايش سوي زياده؟ ما في سوي شيء. لا ركب مطفي كويس. انا ركب سيارتين بدل خلاص سياره، بعدين انا ركب مطفي يعني مطفي. ايوه هذا احسن. اوكي ايش باقي كمان ابصار؟ باقي بويه ركب سيارتين يعني مرقة. اوكي بعدين بويه فرون بو. فرن. ايوه اكيد فرن لازم. طيب كم باقي يوم ان شاء الله؟ ثلاثة يوم ممكن، ثلاثة يوم اربع يوم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. فرن بدر سمبرا تلميع كله شيء باقي. ايوه عشان لازم وقت كمان زياده عشان نسوي تلميع نسوي هذا كله. ايوه ان شاء الله يا رب. نركب سمبرا ركب تلميع بعدين ودي تلميع ساده وثاني مره ركب بعدين حلو ان شاء الله. اوكي شكرا ابصار. اوكي يلا كلام سلام متابعين. السلام عليكم. شير لايك سبسكرايب. شكرا يا موجين. شفتوا اي فرون هو دهين دهين جبت هنا فرون. اوكي هذا في فرن قدام. وبكذا يا حبايب نكون وصلنا لاخر الفيديو لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقه الجايه، وكمان لا تنسونا طبعا من دعمكم، شير لايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس، واهم حاجه دعواتكم لنا بالتوفيق في هذا الشهر الفضيل، ورمضان كريم علينا وعليكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.